بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله أتمنى لكل كليات الجامعة استعداد طيب للعام الدراسي 2021 في ظل نظام تعليمي جديد سيطبق في جامعة أسوط وفي كل الجامعات المصرية طبعا لأول مرة بسبب الظروف اللي ما زالت بتمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. في الحقيقة احنا عندنا في مجلس شؤون التعليم والطلاب، وبناء على قرارات صادرة من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة، وبناء على تعليمات أيضا الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، احنا شكلنا لجنة في مجلس شؤون التعليم والطلاب. اللجنة دي معنية بوضع خطة متكاملة لجامعة أسيوط تتعلق بوضع إطار لنظام التعليم الهجين في جامعة أسيوط. وفي الحقيقة يمكن تواصل معايا بعض أساتذتنا وبعض الزملاء، يمكن كانوا قلقانين شوية من موضوع النسبة اللي هي مخصصة لنظام التعليم عن بعد اللي هي أونلاين بسبب المنصات التعليمية، وهل المنصة التعليمية موجودة ولا مش موجودة. يمكن ده كان التخوف الرئيسي من بعض من أساتذتنا ومن بعض من الزملاء. عشان كده احنا لما عملنا اللجنة في مجلس شؤون التعليم والطلاب، اللجنة لم تقتصر فقط على السيدات أو السادة وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، ولكن خدنا الزملاء من أعضاء التدريس، المسؤولين عن الاي تي والمسؤولين في شبكة المعلومات ونظم المعلومات بالجامعة، الدكتور مؤمن المليجي والدكتور طارق كمال والدكتور ممدوح فاروق وأيضا الدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات. المهم ان احنا كان تشكيل اللجنة على هذا النحو، بحيث ان احنا يبقى عندنا اللي هم مسؤولين عن وضع الخطة او ازاي الآليات التي يجب اتباعها لتنفيذ الخطة وجها لوجه، وأيضا يبقى السادة الزملاء مسؤولين أيضا عن المنصة التعليمية وتجهيزها وإعدادها، بحيث ان احنا يبقى عندنا منصة تعليمية جاهزة لتنفيذ الجزء اللي هو أونلاين. زي ما حضراتكم عارفين، بناء على النموذج الاسترشادي الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، كانت نسبة الأونلاين بتختلف بحسب كون الكلية كلية نظرية أو كلية عملية. في بعض الكليات اختارت اللي نسبة الأونلاين ممكن تبقى 30% ووجه لوجه 70%، وده بيبقى فيه تركيز على الكليات العملية على أساس أن الحضور بيبقى أكتر فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن الكلية العملية تتطلب تواجد أكتر. عشان كده حتى في النموذج الاسترشادي نفسه ورد ان الجدول الخاص بالمحاضرات او بالتواجد بيبقى 3 ايام اسبوعيا للكليات العمليه، لكن يومين فقط للكليات النظريه. طبعا بعض الكليات التانية اختارت 50% و50%، والبعض اختار 60 وجها لوجه و40% طبعا اونلاين. لكن في الخطه اللي وضعتها اللجنه، انا شايف بعض الكليات النظريه طبعا اختارت 50% واختارت 50% فيما يتعلق بنظام التعليم الهجين للعام الجامعي 2021. الفكره الاساسيه يا جماعه ان في تحدي كبير جدا، بس عشان يبقى كل الزملاء من السيدات والساده وكلاء الكليات للتعليم عارفين، وبرضو المسؤولين عن الاي تي او الحاسب الالي في الكليات، لاني عشان اكون صريح مع حضراتكم، لا يمكن ابدا ان نتحدث عن نظام تعليم عن بعد من خلال الفيسبوك زي ما حدث في الفصل الدراسي الثاني الاستثنائي بسبب جائحة كورونا. مسألة ان احنا كل كلية تستخدم الفيسبوك او يوتيوب او اي شيء من هذا القبيل، مسألة يعني تبعد كل البعد عن فكرة التعليم عن بعد او فكرة المنصات التعليمية المستخدمة. حتى بعض الزملاء من اساتذتنا قال ياريت ان احنا نهتم كبير جدا بموضوع المنصة التعليمية، وده اللي خلانا ان احنا نشكل لجنة، وان احنا نكون معنيين في اللجنة تحديدا بالزملاء الاساتذة اعضاء التدريس المسؤولين
موجودين في شبكة المعلومات وفي نظم المعلومات، لأن الموضوع ده طبعا في غاية الأهمية. النقطة الثانية، يعني لازم يكون عندنا في الجداول الدراسية زي ما احنا قلنا ان الكليات النظرية اذا كانت بتاخد يومين لازم يبقى اليومين يعني يفضل يكونوا متتاليين. يعني مثلا لو كلية هتدي لفرقة معينة الحد والاثنين، يبقى الحد والاثنين ورا بعض. يعني ما ينفعش تدي الحد وتسيب الاثنين وتدي التلات، او تدي الحد وتدي الخميس. هتدي يعني انا شفت بعض الجداول لبعض الكليات، وده شيء يعني جيد، ان هي مثلا بتدي سنة اولى وسنة رابعة الحد والاثنين، وبتدي تانية وتالتة مثلا التلات والاربع. الكليات العملية ممكن تشتغل حد اتنين تلات، ممكن اتنين تلات اربع، ممكن تلات اربع خميس، يعني بحيث ان هي التلات ايام. ليه؟ لان احنا عندنا فيما يتعلق بمسألة المدن الجامعية ايضا، ودي يمكن انا شرحتها قبل كده لحضراتكم في مجلس شؤون التعليم والطلاب، ان لما الطالب ياخد يومين ورا بعض حد واتنين عنده خمس ايام كاملة، لو ملوش سكن في المدينة الجامعية او كان ليه سكن باعتباره في كلية نظرية ومن ابناء محافظة اسيوط، ممكن ان هو يغادر ويسيب مكان لحد تاني في المدينة الجامعية. والقصة برضو مش قصة ان هو هيغادر وهتسيبه، برضو احنا قلنا ما هو فكرة الاونلاين انك انت برضو بتتابعه من خلال الدروس، وممكن حتى من خلال الانشطة الطلابية اللي هي اونلاين، وغير كمان انك انت ممكن تستدعي لتنفيذ بعض الانشطه خلال الخمس ايام الثانيه، وخاصه بعد الانفتاح التدريجي اللي بيتم فيما يتعلق بالاحتفالات او المؤتمرات، وخاصه ان دلوقتي ممكن تعمل بعض الانشطه في اماكن مفتوحه في بوجود عدد معين من الطلاب. في الحقيقه انا من وجهه نظري ان اكتر فئه التحدي موجه ليهم هي مراكز الحاسب الآلي والآي تي وحالات الآي تي اللي موجودة في الكليات. يعني أنا لا أخفيكم سرا أن مسألة الأبحاث ورفع الأبحاث على أو الامتحانات الإلكترونية اللي تمت في بعض الكليات أو رفع الأبحاث خلال الفصل الدراسي الثاني، ما زالت هناك مشكلات حتى هذه اللحظة، ما زالت هناك مشكلات حتى هذه اللحظة. وده اللي يمكن احنا قلناه في ظل وجود الزملاء المعنيين قبل كده، ان برضو يعني عشان نكون بس عندنا نوع من الصراحة، في بعض الزملاء من السادة اعضاء هي التدريس مش معنيين بمسألة الاي تي، يعني مش الموضوع، في ناس لا تستخدم الايميل حتى هذه اللحظة، وفي ناس لا تستخدم الواتس حتى هذه اللحظة. انا لا اقلل من شأن احد، ولكن ده الواقع اللي هو موجود، ان هو مش مهتم بالمسائل الحديثة. وبالتالي انت كواحد مسؤول في الاي تي او في الحاسب الالي، المفروض لا تقبل أن يفرض عليك نظاما معين أنت ترى أن ليس له علاقة أبدا بأي نظم معلومات أو بأي سيستم معلوماتي موجود في العالم، زي ما حصل في بعض الكليات أن احنا نعمل إيميل لكل فرقة دراسية ونبعت الإيميل ده للطلبة يبعتهم الأبحاث. دي ممكن تمشي مع الدفعة اللي فيها 20 طالب و30 طالب فقط لا غير، زي في أقسام معينة ممكن في هندسة أو في غيره، لكن كليات زي الحقوق على سبيل المثال أو التجارة في آلاف من الطلبة، صعب جدا ان انا اعمل ايميل لفرقه معينه وعندي 4000 طالب في سنه اولى، يعني 4000 بحث هيتبعتوا بالايميل ازاي؟ يعني انت ازاي كواحد في الحاسب الالي انك انت تقبل طبعا هذا الامر، ونيجي بعد كده نلاقي مشكله والطلبه بعتت الابحاث وما ترصدش ليها النتيجه بتاعتها ناجح او راسب وكذا، رغم ان الزملاء، انا فاكر رغم ان انا مش متخصص في الانظمه المعلوماتيه او في الاي تي، كانوا طرحوا اللي هو سواء اللي هو البرنامج بتاع جوجل فورم تقريبا، اللي هو ومايكروسوفت تيم وقتها، انك انت بتيجي بنظام معين، بيجي الطالب بيدخل يعني ممكن بالرقم القومي، قالوا ان الطالب بيدخل وبيعمل، بعد كده الابحاث كلها بتتجمع في مكان واحد على الجهاز الحاسب الالي بالنسبه لعضو هيئه التدريس المعني. يعني كانت سهله جدا، واللي خلاك ان انت هتدخل يعني عن طريق جهاز وتبعت ايميل، طب ما ادخل على الابلكيشن وابعت البحث، يعني انا مش فاهم. لكن عامه ده اللي تم، لكن انا بقول سلبيات عشان خاطر نحاول بقدر الامكان. انا يمكن لسه الـ يعني استاذنا الدكتور محمد عبد العظيم طلب تواصل معايا يمكن اكثر من مره، تمام، وهو يمكن من ضمن الاساتذه اللي كانوا بيتكلموا في موضوع المنصات التعليميه، خاصه ان هو مسؤول عن التخطيط الاستراتيجي في الجامعه وعن اعداد الدراسة الخاصة بالجامعة مع بعض الزملاء الآخرين، فمعني بهذا الأمر. فكان دايماً
قلقوا ان هل هنستخدم الفيسبوك واليوتيوب زي ما كان بيحصل في الفصل الدراسي الثاني ام ستكون هناك منصات ايه تعليمية. فكان رد دائما لا، هيبقى في منصة تعليمية لكل ايه كلية من كليات الجامعة. في الحقيقة احنا عملنا يعني قسمين اساسيين. القسمين الاساسيين دول كليات القطاع الطبي لان هم بيستخدموا موديل معين، ودول لهم ورشة الساعة 1 النهاردة، وباقي كليات الجامعة اللي هو حضراتكم اللي هي معادنا دلوقتي بنستخدم برضو المنصة التعليمية اللي هو مايكروسوفت تيم، وطبعا الدكتور مؤمن والدكتور ممدوح فاروق والدكتور خالد فتحي هما طبعا اللي هيتولوا مع حضراتكم كيفية استخدام هذه المنصة. وانا عايز المسؤولين في الاي تي او الحاسب الالي، لسبب لان حضراتكم اللي هتروحوا كل واحد في كليته هيدرب السادة أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام المنصة، وإزاي إن احنا نرفع المادة العلمية على المنصة، وإزاي الطالب برضو هيستخدم المنصة، لأنك ممكن تعمل فيديو توضيحي للطلاب بتشرح طبعا للطلاب إن هم يستخدموا المنصة التعليمية إزاي. طبعا فرصة كبيرة جدا إن احنا نفعل الإيميل الأكاديمي بتاعنا سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للطلاب. كتير جدا عشان نكون برضو في نوع من الصراحة من الزملاء ما يعرفوش الإيميل الأكاديمي بتاعهم ومش بيستخدموه، وفي كتير جدا برضو من الطلاب مش بيستخدموا الإيميل الأكاديمي رغم إن ده بيفيد جدا في تصنيف الجامعة. يعني استخدام الإيميل الأكاديمي يعني مهم جدا جدا، يمكن أحد العناصر الأساسية، والمسؤولين عن الملف الخاص بالتصنيف بيأكدوا طبعا على هذا الأمر. وبالتالي فرصة ان احنا نستخدم الايميل الاكاديمي بتاعنا سواء اعضاء التدريس او طلاب. النقطة اللي انا عايز اقولها لحضراتكم، في كتير جدا من السادة اعضاء هيئة التدريس ممكن حتى هذه اللحظة ما يكونوش جهزوا المادة العلمية بتاعتهم اللي هي اونلاين. وخلي بالكم احنا قلنا قبل كده في مسألة الجدول وتمشي الدراسة ازاي، مش معنى يا جماعة ان احنا نقول 50% و50% انك انت مثلا تيجي ال50% لو كانت هتخلص الشهر الاول تيجي تخلص ال50% اللي هي الشهر الاول او الشهر ونص، ونيجي للشهر ونص التانيين او الشهرين الباقيين من الترم يبقى محدش يجي خالص من الطلبة وانك تديهم النص كامل اونلاين. لا، انت ممكن يعني بتعمل في الجدول بتاعك اذا كانوا ممكن اسبوع واسبوع يعني يبقى في نوع، بحيث ان انا عايز برضو لا نفقد التواصل مع الطلاب باستمرار، لان برضو في نقطة مهمة جدا او ابعاد اخرى ايضا لا ينبغي على الاطلاق ان نترك الطلاب في وقت كبير جدا من الفراغ دون ان يكون هناك نوع من العملية التعليمية المستمرة، بحيث ان الطالب يبقى مشغول بالمادة العلمية بتاعته، يبقى مشغول بالناحية العلمية، لان الفترة اللي عدت دي كلها من 15/3 لحد دلوقتي تعتبر اجازة لكل الطلب سواء مدارس او جامعات. مؤكد ان ده بيبقى فيه مشكلة، يبقى فيه بلوكي على طول لأي واحد مننا. زي كده أي حد من أساتذتنا رغم أنه ترقى وبقى أستاذ بيستمر في البحث العلمي، لأنه بيقولك أنا عايز ده يفضل يعني شغال، لأنك أنت لو بعدت عن القراية وعن البحث العلمي مؤكد أن حاجة هتقف. نفس القصة، الطالب لازم ان احنا نتابعه باستمرار، لازم ان احنا ناخد الموضوع باهتمام كبير جدا، لازم ان احنا نعمل ورش عمل باستمرار داخل كل كلية من خلال حضراتكم بحضور السيد عميد الكلية ووكيل الكلية شؤون التعليم والطلاب والمسؤولين عن الاي تي. وانا اتفقت مع الزملاء الأربعة الدكتور مؤمن والدكتور طارق والدكتور ممدوح والدكتور خالد فتحي ان اي كلية هتحتاجكم في اي حاجه ممكنك انت تروح مع الزملاء المسؤولين في الاي تي او الحاسب الالي، ويبقى في ورشه عمل لتدريبهم برضو تاني. لكن احنا عشان نكسب وقت قلنا حضراتكم، بحيث ان حضراتكم اللي هتتولوا هذا التدريب بصفه اساسيه داخل الكليات، بحيث ان احنا في متابعه، خلي بال حضراتكم، وفي متابعه من المجلس الاعلى للجامعات، والكليات بعتت لي خطط معينه احنا عملناها في خطه متكامله، هترسل الخطه دي بعد اعتمادها من مجلس الجامعه يوم 27/9 الى المجلس الاعلى للجامعات. وبالتالي احنا ملتزمين بهذه الخطه وملتزمين بالجداول اللي هي جات لنا من الكليات. فاتمنى ورجاء ايضا في ذات الوقت ان احنا ناخد الموضوع بنوع من الجديه، وده موضوع على فكره قد يكون مؤقتا وقد يكون مستمرا، الله أعلم.
لكن احنا دائما عندما نتحدث عن نظام تعليم معين، هذا النظام التعليمي فرض نفسه لظروف معينة بتمر بها البلاد. قد يستمر هذا النظام وقد لا يستمر طبعا هذا النظام، ولكن أنا أتوقع تمام حتى بإذن الله لو تم القضاء نهائيا على جائحة كورونا، أعتقد أننا لن نترك أبدا هذا النظام كاملا، يعني ممكن برضو نبقى عليه، بس ممكن نزود النسبة بتاعت وجها لوجه شوي. ولذلك احنا لما عدلنا لوائح الكليات لم نفرض نسبة معينة على أي كلية في الصيغة اللي عملناها مع بعض في مجلس شؤون التعليم والطلاب، قلنا نسبة كذا أو نسبة كذا أو بأي نسبة أخرى المجلس الكلية طبعا بيحددها. أنا مش عايز طبعا أطول على حضراتكم، واسمحوا لي أيضا يعني في هذه المناسبة أنا طبعا أهنئ السادة العمداء اللي صدر قرار السادة رئيس الجامعة بالتجديد ليهم لحين تعيين عميد في كليات الأداب الدكتور أحمد صابر، في كلية الزراعة الدكتور حمام عبدين، وفي كلية التربية للطفولة المبكرة الدكتورة مجد هاشم، وأيضا معهد البيولوجيا الجزئية الدكتورة أسماء عبد الناصر. وأيضا باعتبارنا في إطار التعليم والطلاب برضو اسمحوا لي أن أهنئ الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد أبو العيون على تعيينه وكيل لكلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب، وإن شاء الله هنشرف بيه معنا في أول مجلس لشؤون التعليم والطلاب يوم 22 أعتقد 9 بعد أسبوع بإذن الله. أتمنى طبعا لحضراتكم التوفيق، وأنا هسيب لحضراتكم الدكتور مؤمن والدكتور ممدوح والدكتور خالد عشان خاطر يبدأ يتكلم عن المنصة اللي هنستخدمها، ورجاء أن احنا نترك كاملا الوقت والفرصة كاملة للدكتور مؤمن أنه يشرح كل حاجة، وبعد ما يخلص يبقى ممكن حضراتكم تسألوا يعني أي سؤال عشان خاطر يقدر ينجز طبعا في هذا الموضوع، لأن ممكن كتير جدا من الأسئلة اللي هتطرح أثناء وهو بيعرض المنصة اللي هي خاصة بكلياتكم ممكن يجاوب على كتير جدا من التساؤلات. فننتظر لحد هو ما يخلص وبعد كده يبقى النقاش مفتوح، وإحنا معنا لحد الساعة 1 يعني لسه بدل القطاع الطبي هيبقى الساعة 1 إن شاء الله. حتى لو خدنا وقت للمصلحة العامة أكتر من كده ممكن نبدأ للقطاع الطبي في القاعة اللي جنبينا مع حد من الزملاء الحين برضو الانتهاء. أنا أتمنى إن شاء الله للتوفيق لحضراتكم، وأؤكد مرة أخرى على ضرورة الجدية في هذا النظام، لأن فيه متابعة، وعلى فكرة تم تشكيل لجان متابعة لمدى، مش عايز أقول مدى التزام عشان التعبير يبقى صح، يعني لمدى تطبيق الكليات لنظام التعليم الهجين. وطبعا لما عملنا لجنة ما كانش ينفع ان احنا نعملها برئاسة السادة وكلاء التعليم والطلاب، لان هم المعنيين بتنفيذ النظام، وبالتالي احنا عملنا لجنة لقطاع العلوم الإنسانية، وعملنا لجنة للقطاع الطبي، وعملنا لجنة لقطاع العلوم الأساسية والهندسية. بيرأس لجنة القطاع الطبي الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة سابق، ومعاه مقرر للجنة، وغالبا بتلاقوا من كل كلية في حد من القطاع الطبي. لجنة العلوم القطاع العلوم الأساسية والهندسية اللي هي بتشمل كلية العلوم وكلية الزراعة وكلية الهندسة والحاسبات والفنون، بيرأس اللجنة الدكتور سعيد إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، وبرضو معاه مقرر من اللجنة. وعندنا بعد كده اللي هي لجنة القطاع العلوم الإنسانية، دي بيرأسها الدكتور عمر سيد خليل باعتباره مدير مركز تطوير التعليم في الجامعة، ومعني طبعا بهذا الأمر، ومعاه برضو مقرر من أحد الأساتذة اللي في الجامعة. اللجنة دي تشكيلها سنوي، اللجنة دي مهمتها إن هي أسبوعياً بيتمر الكليات بالتنسيق مع السادة العمداء والسادة وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب. الهدف مش مراقبة، ولكن الهدف هو التعرف على السلبيات وأوجه القصور كي يمكن تدارقها في أي مرحلة طبعا لاحقة طبعا فيما بعد. فبرجاء أيضا التعاون مع هذه اللجان، وحضراتكم اللي وضعتوا الخطة، مش احنا اللي وضعنا خطط الكليات، وبالتالي عايزين يكون ان شاء الله في تعاون مع اللجان اللي هي هتبقى في زيارات متتالية للكليات بإذن الله. شكرا لحضراتكم، وهسيب بقى الكلمة للدكتور مؤمن المليجي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معانا نائب الاستاذ الدكتور شحاته غريب، وشكرا لجميع حضراتكم على وجودكم معانا النهارده. فعلا في الترم اللي فات كان كلنا يعني دفعنا دفعا الى سبب جائحه كورونا الى استعمال التعليم الالكتروني، فظهر بعض السلبيات نهمنا ان احنا نتلافاها ان شاء الله في السنه القادمه. من اهم السلبيات اللي ظهرت انه كان مثلا الرفع زي ما سالت النائب مشكورا
المكافآت ان الرفع على موقع مثلا الكليه او على الفيسبوك كان بيتم بس بشكل غير منظم. هنا بقى دور المنصه التعليميه اللي ان شاء الله ناويين نستعملها مع بدايه العام الجديد هتوفر لنا كذا بقى ميزه كانت نفتقدها في الترم اللي فات، ان هو يبقى الرفع منظم، يبقى الطالب يدخل يلاقي عارف جديد ماتيريال كلها الخاصه بيه بالمقرر ده اللي هو الدكتور بتاعه بيديهوله، سواء كانت محاضرات يعني مواد تعليميه مثلا ملفات مفيده للدراسه، اساينمنتس شيتات مسائل يحلها، اسئله اللي موجهه للدكتور والدكتور يشوفها يرد عليها. دي كل حاجات توفرها لنا المنصه التعليميه ما كانش متاحه لينا في الترم اللي فات. برضه كمان المنصه يعني غير الرفع لكل المحتوى ده ممكن كمان لو تدي محاضره لايف للطلبه بتوعك ده ممكن، دي برضه امكانيه موجوده في المنصه لو حبيت تعمل كده. وان كان الطريقه الانسب لكل الناس انك انت عامل اسجل المحاضره بتاعي كفيديو وارفعها على المنصه التعليميه. بعد كده اميت ان المنصه توفرت امكانيه التواصل مع الطلبه بتوعك، تبقى عارف الطلبه متابعين الحاجات اللي انت رفعتها ولا لا، كم واحد منهم شاف الماتيريال او المحاضره بتاعتك، لو حد منهم عنده سؤال بسهوله هيقدر يدخل يسال السؤال للدكتور والدكتور يشوف السؤال ويقدر يرد عليه. ممكن الدكتور يبعت للطلبه اساينمنت مسائل يحلوها، يديهم كويز يمرنوا نفسهم هل فهموا المحاضره ولا لا، وكمان ممكن الكويز ده يصحح اوتوماتيك مش لازم كمان الدكتور يصححه، والنتيجه تبقى مسجله بحيث ان الدكتور ممكن ياخدها يستعين بيها في مثلا درجات اعمال السنه او حتى جزئيه من التقييم الطالب في هذه الماده. دي كلها مميزات هناخدها من المنصه التعليميه ما كانش متاحه لينا في الترم اللي فات. فالنقطه دي مهمه جدا نستعملها ان شاء الله. كان في شرفنا بلجنه كان شكلها سياده معالي النائب بالخاص بدراسه المنصات المتاحه واي منصه هي الانسب للجامعه. فلما درسنا الموقف كان لجنه شرفت انا عضو فيها والدكتور خالد فحم من كليه حاسبات ودكتور ممدوح فاروق والدكتور طارق كمال مشرفا على شبكه المعلومات، درسنا المنصات المتاحه كلها. كان على راسها يجي الحلول اللي جايه من مايكروسوفت زي اللي هنتكلم عنها النهارده، حلول جايه من جوجل، حلول جايه من مودل برنامج شهير بتستعمله قطاع الطب هنا في الجامعه بشكل كبير قوي، وحلول اخرى كمان يعني في توجه ان شاء الله المجلس الاعلى للجامعات تشتري منصه فخمه بين قوسين لتوفرها للجامعات على غرار مثلا منصه بلاك بورد لو حضرتكم تسمعوا عنها، دي منتشره استعمالها في دول الخليج والدول بره. المجلس الاعلى بيفكر يشتريها بس دي حتى لو لما اجراءات الشراء بتاعتها تتم هتتاخر مش هتبقى متاحه في الترم الاول، يمكن ان شاء الله تبقى متاحه في الترم الثاني. فبصينا كل المنصات دي كلها لقينا ايه فعلا التوصيل اللي بعتناه المعالي النايب اللي هي ايه الانسب للقطاع الطبي بانهم اوريدي شغالين بمودل وجربوه بشكل كويس جدا، والطلبه اوريدي عندهم اكونتس عليه وكله بيستعمله انهم يستمروا باستعمال منصه مودل. تمام؟ واما بالنسبه للكليات اللي لسه ما استعملتش منصه وده يمكن سائر ينطبق على اغلب كليات الجامعه، الانسب هو منصه مايكروسوفت. السبب ايه؟ اول حاجه ان منصه مايكروسوفت بالنسبه لنا تعتبر فري بما ان البريد الاكاديمي متاح لنا كلنا، ده يعني خدمه موفرها لنا المجلس الاعلى للجامعات، فده بيجي اوتوماتيك لكل واحد مننا عنده التولز بتاعه مايكروسوفت بما فيهم مايكروسوفت تيمز اللي هو الانجن الاساسيه للمنصه التعليميه، فدي متاح لنا كلنا. تمام؟ بما ان كلنا عندنا مفروض يعني لنا بريد اكاديمي سواء دكاتره ولا طلبه، فده فرصه ان احنا ايه يبقى الكل يستعمله بشكل رسمي، انا كده بتعامل مع سين من الطلبه، ده الطالب اللي هو بالبريد الرسمي، فده وسيله للتاكد من ان الطالب ده هو فعلا هو اللي بيدخل، هو بيشوف المنصه، هو اللي انا بتعامل معاه، ونفس الكلام برضه على الدكاتره اعضاء هيئه التدريس. مايكروسوفت تيمز او المنصه او حلول مايكروسوفت بتوفر لكل واحد ستورج وغايه 1 تيرا بايت، ده يعني 1000 جيجا، فده رقم يعني ساعه كبيره جدا موجوده على الكلاود متاحه من اي حته، دي ميزه برضو كبيره جدا. برضو عشان مايكروسوفت التولز كلنا يعني برامجها كلنا عارفينها باوربوينت وغيره، سواء انت بتستعمله على جهازك او بتستعمله على الكلاود اونلاين، دي كلها جايه من ضمن الباكج وكلنا فاميليار بيها، فدي اسباب خلتنا كلنا ايه نوصي ان مايكروسوفت تيمز هي المنصه اللي احنا نفضل نستعملها في السنه الدراسيه القادمه ان شاء الله. وبالتالي احنا كان النهارده هدفنا بقى نتعرف على المنصه دي، ونيجي نتعرف عليها في نقطه مهمه جدا نامل ان الكل يعني يطلع بيها من اجتماعنا النهارده، اللي هي ايه في دور مهم جدا للكليه ممثله في الاي تي يونت بتاعتها، وفي دور يقع على عضو هيئه التدريس. مش كل العمليه هيقوم بيها الدكتور نفسه عضو هيئه التدريس ولا الاي تي يونت،
يعني ايه ده ما هيوضح دلوقتي في التجربه اللي هنعرضها قدام حضراتكم، اللي هي ايه، في جزء كليه المفروض تجهزه في المنصه اللي هو اعداد المقررات الدراسيه في كل الفرق الدراسيه واضافه الطلبه لكل مقرر. مين هيقوم بالكلام ده؟ مفروض طبعا وحده الاي تي في الكليه بالتعاون مع الام اي اس. الام اي اس هيديهم قائمه باسامي الطلبه وبالايميلات بتاعتهم الرسميه اللي هي ايه المفروض كل طالب تستعملها، تمام؟ فده يتم مضاف لكل مقرر للطلبه بتوعه. ومين القائم بالتدريس؟ سواء عضو التدريس الاستاذ المسؤول، المعاونين ليه من الدكاتره الاخرين الزملاء، او حتى المعيدين يضافوا في المقرر ده. فده لازم ده يجهز قبل بدايه العام الدراسي، وده دور يقع على الكليه ممثله في الاي تي يونت. برضه الاي تي يونت طبعا دورها التدريب وان تدرب الطلبه يستعملوا المنصه دي ازاي يستعملوها، ودورها برضه معاونه على هيئه التدريس في رفع الماتيريال واستعمال المنصه. دور بقى الدكتور ايه؟ الدكتور بعد ما الاكونت المقرر ده انشئ من الكليه واتضاف هو كان هو القائم بتدريس المقرر ده، يدخل هو بقى ويبتدي يرفع الماتيريال بتاعته، يرفع المحاضرات اللي يجهزها ويبتدي يرفع المحاضرات، ويتابع الطلبه بتشوف المحاضرات اللي هو حطها ولا لا، حد عنده سؤال يرد عليه. فدايما بقى هو يستلم الامور من بعد كده ويدير المقرر بتاعه لغايه الاخر، ويعمل اساينمنت للمسائل، الشتات، اي تكليفات يواجهها للطلبه، كويزات ليها، ويشوف الدرجات ويجمع كل حاجه، تمام؟ فبالتالي في دور يقع على عاتق الكليه والاي تي يونت، وفي دور يقع على عضو هيئه التدريس. برضو النصيحه ممكن اوجهها لحضراتكم ان في بعض، لما سعاده النايب افاد ان في بعض الدكاتره عندها خبرتها بالاي تي قليله شويه، فده تتحل ازاي؟ بالاستعانه اولا وجود الاي تي يونت مساعده لكل الناس في المنظومه دي، وثانيا شباب اعضاء هيئه التدريس دايما بيبقى عندهم خبراتهم في الاي تي اعلى شويه من اساتذتنا الكبار، فهما هيعاونوا في هذه المنطلق يعني. بالتالي دور المعيدين ومعاوني هيئه التدريس على شكل عام مهم جدا في هذا النظام. يعني ممكن هو مسؤول مع الدكتور متابعه المنصه وادارتها مع الدكتور، فده دور برضه مهم جدا. انا مش هطول اكتر من كده. هو ايه، كليه حاسبات مشكوره خلال الترم الصيفي عندها بالفعل كانت جربت مايكروسوفت تيمز كمنصه وطبقتها عندها بالكليه، فبقى عندها خبرات كويسه جدا في اداره هذه المنصه بكل ايجابياتها وسلبياتها. فعشان كده كان هم احسن ناس يعرضوا لنا النهارده عن التجربه بتاعتهم وازاي نفذوها. فانا حابب مشكورا الدكتور خالد فتحي وكيل كليه حاسبات العرض بقى ايه مايكروسوفت تيم كمنصه هم طبقوها بالفعل في كليه حاسبات. اول حاجه المحاضره انا اللي هقولها وزعتها لكم بحيث نمشي معايا خطوه خطوه، فالمفروض مع الكل في الباوربوينت برزنتيشن اللي عارضها موجوده مع الكل. فاول حاجه عشان قبل ما تبدا تستخدم مايكروسوفت تيم عندك في الكليه في قوائم لازم تبقى تتجهز. فاول قائمه لازم كل اعضاء التدريس في الكليه يبقى عندهم ايميل اكاديمي، فده اجباري على كل اعضاء يبقى عندك قائمه اسم عضو هيئه التدريس والايميل الاكاديمي بتاعه. برضك كل الهيئه المعاونه كلها برضك نفس الحكايه، اسم الهيئه المعاونه والايميل الاكاديمي. فانا عندي عامل لسته اكسل شيت في الكليه في اسم عضو هيئه التدريس، رقم التليفون، الايميل الاكاديمي. فدي اول قائمه لازم تبقى موجوده. تاني قائمة يبقى الإيميل الأكاديمي لجميع الطلاب في الكلية. فليه لستة تاني موجودة عندنا في الكلية كل طالب والإيميل الأكاديمي بتاعه. برضك هيبقى كل المواد اللي في الكلية والقائمين بالتدريس سواء واحد اتنين أي عدد بيبقى دي قائمة موجودة. طيب بعدين احنا عندنا في الكلية عملنا بالنسبة لكل مواد الفرقة الأولى عملنا لها إيميل أكاديمي. فبالنسبة لكل مواد الفرقة الأولى عندنا في الكلية عملنا إيميل أكاديمي FCI L1. الإيميل الأكاديمي ده هيبقى مسؤول عن إدارة كل المواد في الفرق المستوى الأول، وهكذا FCI L2 ده مسؤول عن إدارة المواد في المستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع. فإحنا عندنا في الكلية قسمناها مستويات، واحنا برضك الكنترول عندنا ماشي مستويات، يعني في كنترول المستوى الاول، كنترول المستوى الثاني، فاحنا مشينا بنفس الكنترول. في بعض كليات ثانيه ممكن تمشي اقسام،
يبقى مثلا قسم معين يبقى هو يبقى ليه ايميل اكاديمي. الايميل الاكاديمي ده الايميل الاكاديمي ده هو هيبقى الايميل الاكاديمي ده هو اللي هيبقى مسؤول عن كل المواد اللي في القسم. فانت حسب الكليه، في كليه ممكن تمشي فرق مستوى اول ثاني ثالث، في كليه ثانيه ممكن تمشي اقسام. فانت كل فيها ان ايميل اكاديمي مسؤول عن مجموعه مواد، فعدد المواد ما يكونش، لو عملت ايميل اكاديمي للكليه كلها هيبقى المواد كلها في ايميل اكاديمي واحد صعبه. بس فهي دي بقى مسؤوليه الكليه ان هي بتقسم التقسيمه دي. طبعا مين بيعمل لك الايميل الاكاديمي دي؟ ده المفروض كل كليه فيها وحده، الوحده دي هي الخاصه بعمل الايميل الاكاديمي. فوكيل الكليه شؤون الطلاب بيتصل بالوحده اللي موجوده في الكليه وبيقول لها هو الايميلات، وبتديها طبعا الاسم اللي انت عاوزه، يعني الاسم اللي قدام. لو كانت اقسام زي مثلا في كليه هندسه ممكن يدي مثلا قسم كهرباء قسم ميكانيكا، فتبقى اقسام. طيب هو الدكتور مؤمن اوريدي عرفكم مايكروسوفت تيم، فانا اخش بالتفاصيل على طول. طيب عشان تخش على برنامج مايكروسوفت تيم في ثلاث طرق ممكن نستخدمها. اول طريقه عن طريق اي براوزر، يعني اي براوزر سواء كروما ايدج فايرفوكس، اي براوزر هتروح وهتحط عليه اللينك اللي هو outlook.office.com على ميل. فاللينك ده هتحطه، اول ما تدخل اللينك ده هيطلب منك الايميل الاكاديمي والباسورد، فهتدخل له الايميل الاكاديمي والباسورد. فلو دخلت له ايميل الاكاديمي والباسورد هيظهر لك اوتوماتيك مثلا اوتلوك، فمثلا ده الاوتلوك. طيب عشان اروح لمايكروسوفت تيم بتضغط على الابلكيشنز وبتختار التيمز اللي هو الايكون ده، فهنا فهضغط على التيمز فهيدخلني على التيم. طيب الطريقه الثانيه ان انت بتعمل داونلود لمايكروسوفت تيم ابلكيشن على جهاز الديسكتوب عندك، ودي طريقة أفضل، إن الجهاز بيبقى عندك أو أفضل من البراوزر، يعني البراوزر دي طريقة. الطريقة الثانية في أبليكيشن تقريبا حجمه 100 ميجا، أنا عملت له داونلود هنا أهو، فدوا برضك نفس الحكاية، هتشغله هيطلب منك الإيميل الأكاديمي والباسورد عشان يخش، وده هنا عملنا له على الجهاز هنا وموجود ده، والاثنين شبه بعض، يعني ده بس ده موجود على الجهاز والثاني موجود في البراوزر. وانا عامله دوا باسم، يعني ده باكونت اف سي اي سوفت وير واحد، والتاني باكونت اف سي اي سوفت وير 3. فانا عامل اتنين، يعني فاتح ده باكونت وده باكونت تاني، عشان انا هديكم مثال للدكتور والطالب، فواحد هيبقى دكتور وواحد هيبقى طالب. الطريقه الثالثه ان انا ممكن اشتغل على الموبايل، ان انا ممكن احمل البرنامج على الموبايل، فممكن هتخش على الستور وهتكتب مايكروسوفت تيم هيظهر لك تعمل له داونلود على مين؟ على الموبايل. ومهم ان انا بعمل على الموبايل ان انا ساعات وانا ماشي الاقي طالب بعت لي مسج بس برد عليه، طالب عاوز حاجه، فتلاقي على طول على الموبايل وانت شغال زي الواتس كده على طول الرسائل عماله تجيلك انت بترد، بيبقى موجود عندك. واداره كامله للمايكروسوفت تيم ممكن من على مين؟ من على الموبايل. فانا عندي ثلاث حاجات، لا ممكن انزل على الموبايل او انزل على الديسكتوب عندي على الجهاز او من اي براوزر، الثلاثه دول يشتغل. اللي زي بعضهم بالظبط اللي هو اللي على الديسكتوب وعلى على البراوزر، المختلف شويه اللي هو على الموبايل، بس مختلف بس في اماكن الحاجات موجوده فين، يعني الحاجات موجوده فين بس الاختلاف. طيب ازاي هننشئ فصول افتراضيه؟ مثلا انا خدت مثلا فرق المستوى الاول وعاوز انشئ للمستوى الاول مثلا 20 ماده، فهتمسك بقى هتبدا ازاي؟ من اي واحده، لو سواء من موبايل
او سواء من الابليكيشن او سواء من البراوزر. اي واحده منهم تخش، مثلا انا اخش من البراوزر بروح على اللي هو انضمام او انشاء فريق. انضمام او انشاء فريق، كلمه فريق هنا هي الماده، يعني الفريق هي الماده، فاقول انضمام او انشاء فريق، وبعدين هروح اضغط على انشاء فريق. بالنسبه فاضغط على انشاء فريق واختار صف، بس هتكتب بقى اسم الماده. يعني عندك مثلا 20 ماده، هبتدي اكتب اسم ماده وليكن مثلا ماده الحركه بالحاسب. بس وبعدين هتكتب وصف للماده وده اختياري، وبعدين بكتب بقول التالي فيعمل لك اللي هي الماده دي. بعدين هيظهر لك تدخل الطلبه. برضك عشان تدخل الطلبه على الماده في ثلاث طرق ممكن ندخل بهم الطلبه، لا اما عن طريق الايميل الاكاديمي فهتدخل الايميل الاكاديمي للطلاب، او عن طريق ان انت هننشئ كود للماده يعني رقم، والطالب يدوبك لو خد الرقم ده، يعني لو وزعت الرقم ده تقول الماده مثلا الحركه بالحاسب الرقم بتاعها كود، والماده الثانيه مثلا الرسم بالحاسب كود ثاني. فالطالب لو خد الكود ده ودخله من الايميل الاكاديمي بتاعه، يعني هو يعمل لوجين بالايميل الاكاديمي بتاعه ويدخل الكود اوتوماتيك هينضم للماده. او الطريقه الثالثه عن طريق لينك لكل ماده، والطالب يدوبك يعمل كليك على اللينك يروح منضم لل فعيدهم تاني. عشان تدخل الطلبة في ثلاث طرق، لإما تدخل كل الطلاب بالإيميل الأكاديمي، أو لإما أوريك الكود هنعمل له جنريشن والكود دوا هيتوزع للطلاب لكل مادة كود، والطالب يدوبك يخش يدخل الكود فينضم. أو الطريقة الثالثة لينك، كل مادة يبقى ليها لينك يدوبك الطالب يخش على اللينك يخش. فأول طريقة اللي هو بالإيميل الأكاديمي. فالطريقة أنا مثلا هكتب سي اي فالاف سي اي عندنا في ايميلات كتيره، فدوت سوفت وير. طبعا هو انا مش محتاج اكتب دوت، هو اوريدي مثلا لو اختار سوفت وير واحد اوريدي هي ظاهره قدام، فانا كنت اكتب اف سي اي دوت سوفت وير واحد، فيا دوبك اول ما دخلت البدايه اوريدي جاب لي، فانا على طول اختار ادي. طيب اللي بضيفه هنا ممكن تضيف، اول حاجه انت هتضيف ده هنا المدرسين او اعضاء التدريس وده الطلاب. فلو عاوز تضيف مدرسين بروح الخانه هنا واضيف، انا هنا هضيف طلاب بس، وبكتب اضافه واغلق. طيب افرض فيها بعد عاوز اضيف طلاب تاني، بروح للثلاث نقط دول واروح اداره فريق. هتشوف هنا انا ضفت دوا، ضفت هنا اهو اللي هو ده كطالب، طالب اللي هو اف سي سوفت وير واحد ده الطالب. ما هي لو الاعداد الكتيره ممكن عن طريق الكود، يعني في حلين، لا اما بتدخل الايميل الاكاديمي لكل طالب، او لإما في كود بروح هنا اسمها الإعدادات، وفي هنا حاجة اسمها رمز الفريق بضغط عليه وأقول له انشئ رمز للفريق، فده رمز المادة. رمز المادة دي هيتبعت لكل الطلبة إن المادة دي الرمز بتاعها كذا، والمادة دي الرمز بتاعها كذا، والطالب يخش بقى يعمل لوجين بالإيميل الأكاديمي. فأنا هنا يعني همسح، أوريكم مثال عليه، هروح الأعضاء هنا أهو وأمسح اللي أنا ضفته هنا. انا ضفت اللي هو سوفت وير واحد، هروح امسح العضو ده فاصبح مفيش طلبه. هروح هنا اهو الاعدادات رمز فريق، هاخد الكود الاكاديمي هنا ادي نسخ. هروح بقى للطالب هنا اهو الفرق اللي هو الانضمام او انشاء فريق، يعني اروح الانضمام او انشاء فريق هيظهر لي الانضمام الى فريق باستخدام رمز. حاجة اروح ضاغط هنا وضاغط وحاطط الرمز اللي هو ده، واقول له الانضمام الى الفريق.
ما هي لو ما هي هي في كذا حل، في لما تدخلهم يعني بروح انا اهو هي في هي في حاجه اسمها في حاجه ممكن تعملها بتاع ده الاي تي في يونت عندك حاجه اسمها جروبس في كل القايمه انا ممكن بعمل جروبس والجروب دي بتبقى مثلا جروب سنه اولى وجروب ثانيه وجروب ثالثه بس وبعدين لما تحط فيها اللي انت عاوزه بس وتحط اسم الجروب بس فكده يبقى على طول باسم واحد حطيت الدفعه كلها فدي امكانيه موجوده في مايكروسوفت اللي عمل جروبس ودي بيبقوا عارفينها اللي هم في الاي تي يونت ازاي يعمل جروب طب ما لازم تتشكل في الكليه واعتقد في الامكانيه ان وحكايه برضه انت ممكن تبقى في قايمه زي في شيت ولا حاجه وتحطها اعتقد في برضه في الامكانيه دي مش كده؟ فبرضه ممكن تحط كل يعني قايمه في شيت ولا حاجه اكسل شيت اسم الطالب والايميل بتاعه هو ياخدهم كلهم يضيفهم في الماده دي. هو طبعا دي من الام اي اس الام اي اس في الجامعه المفروض عنده هو بيبقى في اسامي الطلبه وبينشا ايميلات للطلبه تمام انشاء الايميل نفسه بيتم بين لو طالب جديد مثلا الطلبه الجداد طبعا الطلبه القدامى المفروض واحد منه انشا ايميل اكاديمي بالفعل اذا يجيب القائمه دي من الام اي اس مش كده دكتور ممدوح هتتوفرها للطلبه الطلبه القدامى الطلبه الجدد لما الطالب يدخل ان شاء الله عندنا الجامعه السنه الجايه دي ان شاء الله هينشئ ليه بريد اكاديمي وده هيتم عن طريق بالتنسيق ما بين وحده الاي تي ومركز شبكه المعلومات وبرده مع الام اي اس هينشئ ليه البريد الاكاديمي بتاعه هيبقى مسجل في الام اي اس فبرده يقدر ايه يبلغ الكليه بقائمه الطلبه المستجدين اللي داخلين في اي ماده من مواد سنه اولى فبالتالي يبقى الدور الام اي اس هو اللي هيوفر قائمه باسامي الطلبه وايميلاتهم لحضراتكم ما هو دلوقتي احنا مركزين على الاندر جرادويت بس الجرادويت بنفس المفهوم بس عكس يبقى اسهل ان مهما كان عدد الطلبه بتاعهم كتير مش زي اكيد الاندر جرادويت فممكن بنفس الكيفيه بس احنا طبعا ما اسم عندناش قاعده بالداتا طلبه الدراسات العليا مش كده ما عندناش مشكله فدي بقى منوط تماما للكليه هي اداره الدراسات العليا في الكليه هي تجمع ايميلات الطلبه وهي اللي تقدر تحطها تضيفها بقى ايه في مايكروسوفت تيمز لان ام اي اس بيركز على الاندر جرادويت ما بالظبط الام اي اس هيديها لك بهذا الشكل مش هيديها لك يا دكتور ممدوح هيديها لك بشكل اكسل شيت ولا هيديها لك ايه لا هي هو بالنسبه لازم تعمل جروب لو انت عاوز تعملهم كلهم لازم تروح وتعمل جروب لا لكن مايكروسوفت تيم لازم تحط اسم لو تعرض يعني ايميل اكاديمي ايميل اكاديمي هو في امكانيه لو انت مهندس احمد كنت جربتها انت دي اوتوميتد تماما كده من
ودي ممكن تعمل اوتوميتد ما فيش مشكله خالص دي. اه دي دي عمليه اوتوميتد سهله. احد مميزات حاجات مايكروسوفت انها بتتطور على طول، فهي دي يعني اضافه جديده في ضفوف مايكروسوفت ان هي تقدر تضيف كل القائمه دي مره واحده، فدي هنقدر نعتمد عليها ان شاء الله. في مشكله بس في الكليات الخارج القمر، مشكله النت اللي عارفين ما دي كل اللي بيحصل ده كلام جميل. النت عندنا في الكليات الخارج القمر هذول كليه ايه؟ طيب تربيه نوعيه. كويس، في نوعية احنا كنا كتير مع الدكتور سعد وكده كان فيه مشكلة، هي المشكلة قائمة، ما زالت المشكلة قائمة ومش هتنفع الا اذا تعاقد معانا رئيس الجامعة، اكيد حضرتك عارف. نعم طيب، مع هيئة الاتصالات ويبقى الراوتر الخارجي بالنسبة للتربية النوعية، بالنسبة للاداب، بالنسبة للخدمة الاجتماعية. طب احنا عندنا في الجامعه خمس مواقع خارجيه، خمس كليات خارجيه، تمام؟ في عقد جديد بيوقع لزياده سرعه الشبكه على مستوى الجامعه كلها، هيرفع مثلا الكليات الخارجيه بعد ما السرعه حاليا حوالي 2 ولا حاجه يرفعها ل 34 جيجا بت بير سكند، ميجا بت بير سكند. طبعا ده قفزه كبيره، يعني شوف حوالي 16 ضعف، تمام؟ العقد ده قيد التوقيع حاليا، بتراجع شؤون القانونيه في الجامعه وشؤون القانونيه في شركه وي. وانس ان هم خلاص قانونيا اوكي هيوقع. لا لسه ما توقعش، بس يعني المفروض بعد توقيعه قدامه تنفيذ هياخد حوالي شهرين عبال ما ينفذ، ان هيوصلوا الكليات الخارجيه بخط فايبر، يعني بالتالي برضو ده هيبقى ميزه كبيره، بس برضو ياخد شهرين شغل. تمام، المفروض الوضع يستمر كما هو قائم عليه، القائم عليه. فالكليات الخارجيه المفروض يبقى الوضع زي ما هو ماشي يستمر من غير مشاكل. كليه التربيه ابتدت تظهر مشاكل عندها، ويعني ايه ان في خط تبع شركه اورنج ليه معامله خاصه مش تبع شركه وي. الخط بتاع شركه وي في مشكله، نامل حسب الكلام معاهم ان هي المفروض يحل خلال اليومين دول، فيبقى الخط اللي انتوا واخدينه من شركه وي هيشتغل، فده هو اللي يمشي الامور لغايه لما العقد الجديد ينفذ على ارض الواقع، نستغل ميزه السرعه الاعلى ان شاء الله. ده الوضع ايه في كليه الخارجيه. خلاص الجامعه نفسها بقى السرعه هتوصل ل 800 ميجا بت بير سكند. لا ما هو المفروض الخط ده يصلح اللي شغال خلال يومين. طب معلش خلينا نرجع لاهم حاجه النهارده، كلامنا كله على المنصه، خلينا نركز في المنصه وقضايا الفرعيه دي نخليها. الطريقه الثالثه اللي هي بتروح تنوع في الثلاث نقط دول، تختار الحصول على ارتباط الفريق اللي هو اللينك بتاع الفريق. بعدين طبعا إدارة الفريق ممكن تروح تغير في الأعضاء، ممكن العضو هنا ده مالك وفي عندي اللي هو عضو، ففي المالك ده من حقه يغير كل حاجة، العضو لأ بيشوف حاجات كتيرة وبريفليج كتيرة بتبقى مش متوفرة ليه. فالطلبة كلهم هتلاقيهم موجودين هنا، وكل اللي بيدرس الكورس هيتضافوا هنا. طبعا مهم واحد اللي هو الاف اس اي سوفت وير، ده تبع الكليه، ده اللي ماسك يعني في كل المقررات في المستوى الاول، ده هيبقى موجود، زائد هيبقى موجود اعضاء التدريس هيبقى فوق، وفي هنا والناحيه اللي هنا ده هيبقى كل الطلاب. طيب بالنسبه لاعضاء التدريس ازاي هيشغل القناه، في هنا ممكن حاجه اسمها بتضيف اضافه قناه. في حاجة اسمها إضافة قناة، القناة دي حسب بقى عضو هيئة التدريس ما يشوفها، ممكن تبقى المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالثة، كل واحدة قناة، ممكن تبقى مواضيع، يعني كذا موضوع، ده اللي هم الطلبة هيبتدوا كل المواد وكل حاجة وكل المناقشات عنه، فممكن مثلا أعملها محاضرات، أقول إضافة قناة، وأروح كاتب المحاضرة الأولى. ولو عاوز تعمل وصف ممكن، وفي الاخر بعمل اضافه. فهتديك هنا المحاضره الاولى. طيب هنبتدي جوه المحاضره الاولى في محادثات. المحادثات دي عشان اوفر لك وقت هي زي الواتس بالظبط، كانك هتتكلم فيها، ممكن تعمل الطلبه انت تعمل تكست وهم يرد عليك، تحط ملفات، تحط ايمجز، تحط اللي انت عاوزه. فالجزئيه اللي هنا دي شبيهه جامد بالواتس. فممكن ادي
يعني ممكن تكتب نص، اي نص بكتبه وبتعمل سنت. ممكن في تضيف ملفات، لو اي ملفات، الملفات ممكن تبقى ملفات على يعني موجودة حطيتها انت كان في مواد تانية، ممكن تجيبها لو عاوز تستورد ملفات من مواد تانية، لو عاوز عندك من الوان درايف برضك لو في اي ملفات منه، او من الجهاز تحمل اللي هو تحميل من الجهاز العادي. فدول مثلا احمل حاجة من الجهاز، اي حاجة صغيرة مثلا ملف صغير، مثلا الدليل ده، دي حاجة هحملها. ما هو الوان درايف، ما هو ده كله ده يتحمل على الوان درايف. فالوان درايف يعني بيديك لغاية ممكن انا دخلت امبارح كانت ليت 5 تيرا موجودين، بس فهي الدنيا مفتوحة يعني. تاني حاجة هو في مكان تاني هنشوفه اللي هو بتحمل فيه الملفات الكبيرة، اللي هي غالبا الملفات الكبيرة هي بتاعت الفيديوهات بتاعت المحاضرات. فده في مايكروسوفت عاملة حاجة اسمها مايكروسوفت ستريم، هو ده اللي بنستخدمه في زي اليوتيوب، يعني حاجة شبيهة باليوتيوب، هي دي بنحمل عليها المحاضرات. لكن هنا غالبا هتبقى ملفات بس، وبعمل سنت. يعني في امكانيه تلاقي برضك اول ما تلاقي 3 نقط دي تفتحهم، بيبقى في امكانيات للتعديل الحاجات، في فتحة عرض او تنزيل او حاجات كده. بس طبعا انا مش هكمل الباقي، ان ده شبيه بالواتس اللي هو الجزء المحادثات، والطالب ممكن يرد عليك. طيب يعني ان شاء الله عام جديد، يعني الترم اللي فات كانت بتفهم ممكن محاضراتهم بي دي اف او باوربوينت. بس ملاحظة ان ايه اللي يعني في ان شاء الله في العام الجديد، يعني الترم اللي فات كانت بترفع ممكن محاضراتهم بي دي اف او باوربوينت، ده ممكن برضو، بس والمطلوب دلوقتي عشان الطلبة عاوز يشوفوا المحاضرة يفهمها، مطلوب فيديو للمحاضرة، سواء ممكن يكون باوربوينت مصحوب بصوت مسجل معاها. يا كانت ان انا ارفع باوربوينت بس كده او بي دي اف حاف من غير اي اصوات، يعني مش مفضل على الاطلاق في ان شاء الله في السنه القادمه. ممكن ده اضافي مكمل للفيديو، لكن لا يغني عن وجود فيديو للشرح. اجتماع فوري مع الطلاب تمام، عشان يبقى برضو ايه الطالب واخد حقه في المحاضره، بس طبعا مش منها، مش مجرد بي دي اف اقرب نفسه في الجامعه. ده ملاحظه بطيئه لسه ما اتسرعتش. فهي ممكن في الجامعه النت مثلا بعد يعني بعد الظهر مثلا بعد الساعه 3 ولا حاجه النت بتبقى معقوله، فممكن تبقى او مثلا عندي مثلا في البيت النت في كويس، البيت سريعه بطيئه، فممكن سواء من البيت تبقى النت كويسه او الجامعه بعد الساعه 3 فممكن تعمل اللي هي الاجتماعات. فدي ده الاجتماع على طول مع الفريق اونلاين، اجتماع الان على طول فيديو صوت وصوره، اجتماع مباشر على طول، يعني اجتماع الان هو الفريق ده بيمثل مادة. فافرض مثلا انا عندي مثلا في المستوى الاول في الكلية في مثلا 15 مادة، فانا الفريق ده مادة الاولانية مثلا رسم بالحاسب، ده فريق انشاء فريق، تاني انشاء فريق تاني الحركة بالحاسب، انشاء فريق ثالث بتاع ده مثلا اساسيات رياضيات وهكذا. فيبقى عندي 15 فريق، المشرف على إدارة الفريق ده هو الأكاونت اللي هو FCI ليفل 1، هو ده مشرف على إدارة ال 15 مادة. ده بالنسبة بقى كل جوه بقى كل مادة في حاجة اسمها قنوات. القنوات دي شبيهة ممكن حسب الدكتور ما يعرفها، في عضو هيئة التدريس ممكن يعرفها محاضرات، المناقشات الخاصة بالمحاضرة الأولى دي قناة، بعدين المحاضرة الثانية قناة قناة قناة، فممكن أنشئ مثلا هدي 12 محاضرة يبقى هعمل 12 قناة، ده دكتور. ممكن دكتور تاني هيقسم المادة مواضيع، مثلا المادة كلها هيقسمها 6 مواضيع، الموضوع الأولاني ده القناة الأولانية،
يعمل إنشاء الموضوع تاني قناة تانية وهكذا يبقوا ست قنوات. فده الفرق ما بين الفريق والقناة. ما هو هي الفصل الافتراضي هو الفريق. ما انت الفريق ده هو لا ما اقول لك ما الفريق ده ممكن تسميه هو الفصل الافتراضي. يعني الفريق ده وكان انا دخلت في يعني في فصل افتراضي مسمينه الفريق او بنسميه بدل الفريق الماده. ما انت ممكن تسجل يعني هنا في الاوبشن ان برضك اثناء ما انت ممكن تدي محاضره اونلاين. المحاضره الاونلاين لو اديتها مثلا ل 1000 طالب هتلاقي في ال 1000 طالب ده مثلا في مجموعه كبيره منهم النت عندهم وحش. بس اهم حاجه النت تبقى كويس عند الدكتور. لكن انا ممكن اسجل الاجتماع واحطه بس والاجتماع ده الطلبه فيها بعد لما النت يتحسن يعملوا داونلود. بس اهم حاجه الدكتور اللي بيدي المحاضره تبقى النت اللي شغال عليها تبقى كويس. ما في حاجه اسمها تراكنج. انت مجرد ما بتخش تدي المحاضره اي حد بيخش في مايكروسوفت تيم في حاجه اسمها تراكنج بيديك اكسل شيت ممكن تعمله داونلود بيقول لك الاكونت الفلاني دخل من الساعه كذا وطلع الساعه كذا والاكونت الفلاني دخل من كذا وطلع كذا فبيديك تراكنج كامله اكسل شيت هو كل اجتماع بيطلع اكسل شيت هو طال يعني مايكروسوفت تيمز عنده امكانيه تدي محاضره لايف تمام يعني هي مش لا يعني ممكن تعملها ده اوبشن متاح لحضراتكم بس ايه ما يفضلش قوي عشان مشاكل النت سواء كانت من ناحيه الدكتور او من ناحيه الطلبه بس حبيت تعملها ممكن تعملها بس يفضل انك تتسجل عشان الطالب ما يعرفش يدخل لاي سبب يلاقي تسجيل ليها موجود تمام كده. وان كان الاغلبيه يعني الانسب لنا كلنا ان هو ايه يبقى دايما المحاضره انا مسجله فيديو وحطه على المنصه بحيث منين ما يدخل في اي وقت يلاقيها تمام. واللجوء الى اللايف دي يعني لو ده يعني اوبشن متاح بس يعني مش مفضل قوي لاسباب كلنا الظروف الحاليه بتاعت النت والكلام ده تمام. بس لو استعملتها تسجل وده اوبشن موجود انك تسجل المحاضره وانت بتعملها وبكده تبقى متاحه عن خلال المنصه بتاعتك ان شاء الله. اه طبعا يعني انا ايه بقدر اعملها سيف تتخزن واقدر بعد كده اخليها متاحه للكل ان شاء الله تمام كده. هو بالفعل ده يعني ايه بيعمل تقدر تعمل تراك كل طالب دخل امتى وخرج امتى في المحاضره هو بيديك الامكانيه دي. بدي التسجيل اه يبتدي يسجل بس من اللي هو ده وفي هنا ايقاف التسجيل او بضغط على ده يوقف التسجيل. انت ممكن المحاضره اللايف دي اخليها كده اسجل محاضره وابقى مشغل الكاميرا واجي قدام الناس بشرح بعمل شير للشاشه بتاعتي يعني خلال الامكانيه بتاعه اللي هو مايكروسوفت تي نعمل لايف ليكشر اقدر استعملها ان اشرح حاجه لكل الناس ودي بالفعل بننفذها يعني ممكن ادي محاضره اونلاين للناس باستعمال مايكروسوفت تيم فده ممكن بالتاكيد. اه ممكن طبعا طبعا واحنا بعتنا دعوه لكل الكليات الكليه اللي عايزه كده تدريب سواء لايف اونلاين يعني او وجها لوجه ده متاح. مايكروسوفت تيم عنده الامكانيه دي فممكن يغنيك عن ويبكس وعن زوم لو انت ايه يعني عاوز تستغنى عنهم وتستعمل ده منصه كامله فيها الامكانيه دي جايه معاها فيغنيك عن زوم او ويبكس. عاوز تظل تستعمل زوم وويبكس بالاضافه الى تيم ممكن برضه بس هو ميزه المنصه دي ايه متكامله فيها كل حاجه. فانت عاوز تعمل جدول دراسي وتحط فيه بقى المحاضرات عن بعد بحيث الدكتور يبقى الطالب والدكتور عارفين امتى ميعاد المحاضره. ففي بنروح هنا نحط جدول الدراسي عن طريق التقويم. فلما بروح ادي التقويم بس وببتدي احط اعمل اجتماع جديد. اجتماع جديد دي تحط الماده
فيه هتقول المادة مثلا الفلانية من معاد في الجدول المعاد كذا المعاد كذا، دي محاضرة عن بعد. فأدي اجتماع جديد وهكتب عنوان المحاضرة مثلا محاضرة واحد، أو اسم هيبقى هنا ممكن اسم المادة الحركة بالحاسب، فده اسم المادة. وبعد اسم المادة بحط امتى هتبتدي المحاضرات، يعني الجدول هيبتدي يفعل امتى، فده تاريخ تفعيل الجدول. واول محاضرة ميعاد اول محاضرة هتحطها هتبقى مثلا يوم 23/9، وميعاد المحاضرة مثلا الساعة 10 الصبح، والمحاضرة هتنتهي بردك يوم 23/9 وهتاخد ساعتين، فمن 10 لغاية 12 فدي ساعتين. طيب المحاضرة دي بتتكرر كل قد ايه؟ فأقول له بتتكرر غالبا أسبوعيا، كل أسبوع المحاضرة دي بتتكرر. عاوز أحطها على أنهي مادة؟ فدي المحاضرة دي بتاعت أنهي مادة؟ فأقول له دي بتاعت مادة الحركة بالحاسب، فهنا بختار اللي هو الفريق المحاضرة دي بتاعت أنهي مادة، فدي مادة الحركة بالحاسب. وبعدين بعمل إرسال. وهكذا هتلاقي انت باقي المواد كلها هتبتدي تحط مادة مادة في الجدول عندك. وبرضك اوتوماتيك مواعيد، هتلاقي الطلبة اوتوماتيك مواعيد المحاضرات هتتبعت لها اوتوماتيك، يعني اول ما بتحط المادة في التقويم هتلاقي اوتوماتيك المايكروسوفت تيم بعت للطلبة بيقول لهم في محاضرة في الميعاد الفلاني، وكل شوية بيذكرهم افتكر ان في محاضرة تبتدي الساعة كذا. بس احنا موضوع اللي هو المحاضرات عن بعد دي عيبها سرعة الانترنت. كويس. هو طبعا جوجل نفسها سوليوشن يشبه مايكروسوفت، يعني قريبين من بعض، يعني كل حاجة هنا تقريبا موجودة هناك يعني تمام. بس ميزه مايكروسوفت ان هي ايه؟ اولا احنا بالنسبه لنا فري جايه مع البريد الاكاديمي اللي هو مجلس اعلى الجامعات مشترك لكل الجامعات المصريه فيه، ديك ستورج اوريدي للاكونت 1 تيرا يعني تمام، فمن غير اي فلوس زياده، فبالتالي الحل هو يعني الابسط والاسهل والاوفر بالنسبه لنا. حضرتك بقى اشتركتوا؟ طب الاشتراك ده كان مربوط لفتره قد ايه؟ دفع اشتريته ستورج بقى قد ايه؟ 3 شهور. طب ما هيخلصوا، هتلاقيه مثلا خلصوا الترم اللي فات، هتدفعوا تاني. تقول لي تدفع تاني، ما انا قدامي حل فور فري تمام. هي الميزه ايه؟ انت الماتيريال دي كلها اللي انا اللي انت عملتها بالفعل مش هتضيع، هناخدها هنرفعها فين؟ على المنصه دي، مش كده؟ ملفات حضرتك كلها سواء كانت فيديو اي حاجه تانية ناخدها موجوده متخزنه هناك، ناخدها نرفعها على المنصه دي، فالمنصه دي هتبقى اوفر للكل وابسط وفي نفس الوقت كمان مربوطه بالبريد الاكاديمي للطلبه. يعني انا لو استعملت جوجل الطالب لازم يبقى ينشئ ايميل على جوجل عشان يستعمل المنصه دي بشكل مظبوط لو استعملت جوجل، فهنشئ له ايميل على جوجل، فطب يبقى عنده بريد اكاديمي على 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 مايكروسوفت، ده اجباري لكل الطلبه دلوقتي، وكمان ايميل تاني على جوجل. طب ليه يعني ضعف المجهود؟ احنا ممكن نستعمله على منصه مايكروسوفت، يبقى الامور كلها ايه؟ ابسط واسهل واوفر. هو طبعا المسؤول على الايميل الرسمي للجامعه كلها طبعا هي شبكه المعلومات تمام، هي اتفضل حضرتك اتفضل، هي المسؤوله. بس طبعا هي دي حاجه سنترلايز، فبالتالي احنا ايه هنعمل اوف لود شويه، هنحمل التاسك دي هتتنسق مع وحدات الاي تي في كل كليه، يبقى وحده الاي تي في الكليه بالتعاون مع شبكه المعلومات هي المسؤوله على انشاء البريد الاكاديمي للطلبه، وبرضه في جزئيه خاصه بالام اي اس طبعا عشان لازم عارفين الايميل الاكاديمي للطلبه. فهو الاي تي يونت في كل كليه عليها دور مهم دلوقتي، ان يعني ايه مش يعني ايه لازم تقوم بالمهام المطلوبه اللي تخص الكليه بتاعتها تمام. لو كليه ما فيهاش اي تي يونت، وفي كليات للاسف ما عندهاش اي تي يونت يعني كان موجوده واتفككت وكده، في مندوب في كل كليه، ده موجود في مندوب لشبكه المعلومات في كل كليه، كل كليه في واحد صفته مندوب الشبكه في الكليه،
وفي مندوب تاني مندوب مش عارف صفحه الجامعه في كل كليه، ده موجود بالفعل في كل الكليات، وده يعني بياخد مكافاه من شبكه المعلومات، تمام؟ فده دوره لو في غياب وحده الاي تي هو يمثل الاي تي في الكليه الى حين تكوين وحده اي تي جديده في الكليه. ده لا هنظبط له بقى صلاحيات، عشان هو مش معقول كل حاجه تبقى مركزه على الشبكه، الجامعه كلها تبقى على الشبكه. اه لا المندوب لما بيتواصل من هناك ان ما كانش اللي هناك يخلص الموضوع مش هتفهم. اه لا فلازم دلوقتي ايه، لا السيستم هيتغير علشان ندي شويه. انا ما بقدرش اغير اي حاجه الا اذا هناك خلص. لا دي هنظبطها مع الشبكه بحيث انت ايه حضرتك بقى يبقى ايه في دور مهم لحضرتك على ايه يعني، يعني حضرتك اضرب الكليه بتاعتك ان شاء الله. تمام ان شاء الله. تمام طبعا معلومات المفروض ده مهم يعني الفتره الحاليه لغايه بدايه الدراسه الايه التاكد من الناس البريد الاكاديمي كل الدكاتره المفروض يعرفوه ويفعلوه، وايه بقى اضافه وانشاء المقررات دي بقى بصراحه، وبحيث منين ما يبقى قائمه الطلبه متاحه، منين ما تبقى جاهزه، اذا كانت طلبه قدام ممكن تبقى مجهزه من دلوقتي، طلبه جدد لسه قدام شويه تضاف بقى في كل مقرر، فده دورنا كلنا لغايه بدايه الدراسه الرسميه ان شاء الله، مع التدريب بقى والناس تثقل مهاراتها في استعمال المنصه دي. لو حبينا نحمل ملفات الخاصه بالمحاضرات في طريقتين للتحميل، لو هي طب هنخلص الفيديوهات، لكن لو كان البي دي اف وباور بوينت فانت افرض عاوز تحمل في الاول مجموعه خاصه بالماده فبضغط عليها بس بيديني مواد الفئات، بس بخش هنا اهو بس بيقول لك دي انا هنا فاتح انا طالب، يعني من البراوزر انا فاتح كاني طالب، فبيقول لك انا كطالب دي للقراءه فقط، يعني ما اقدرش احمل حاجه هنا بس، فانا هروح افتح كعضو هيئه التدريس، هاجي اروح رايح عام واعمل تحميل مواد الفئات، بس فكعضو هيئة التدريس فتح لي ان انا احط الملفات اللي انا عاوزها، اي ملف عاوز اعمله ممكن اعمل له دراج او دروب او برضك فولدر، او لا اما بختار اضغط على تحميل واحمل ملفات او مجلدات، فانا ممكن ان اروح اخد ملف اعمل له دراج اند دروب، يعني مثلا ادي ملف ده هعمله دراج اند دروب، دي طريقه اللي هو دراج اند دروب بس، والطريقه الثانيه ان انت بتروح لتحميل وتختار اللي انت عاوز تحمله وتحط الملفات، سواء ده بيشيل يعني ده بيشيل يعني من فوق الواحد تيره، وانا عملت تشيك امبارح كانت 5 تيره الافيلبل بس، فده بيشيل محاضرات فيديوهات كل اللي انت عاوزه، بس عيب ان انت لو تحمل فيديوهات في المنطقه دي ان انت كل مره يعني مثلا هتنشئ الفص ده عاوز تحمل الفيديو فالابلود بياخد وقت، فعشان كده احنا بنستخدم مايكروسوفت ستريم، فمايكروسوفت ستريم برضك دي افيلابل بين خدمات مايكروسوفت، بروح هنا هو واختار، هو هتلاقي التطبيق مش موجود هنا بس هروح كل التطبيقات، اللي هو مايكروسوفت ستريم ده بالظبط زي خدمة اليوتيوب، بس اليوتيوب بتبقى افيلابل بابليك اي حد بابليك ممكن يشوفها، لكن الستريم ده بس جوه الجامعة هنا اللي ممكن الناس يشوفوه اللي عنده اميل اكاديمي، فبس بالظبط زي اليوتيوب ترفع عليها فيديوهات وفي لينكات، فده طبعا افضل انك ترفع كل الفيديوهات والمحاضرات على مايكروسوفت ستريم، لان حصل برضك الترم اللي فات كان في كليه حقوق كان رفعوا الفيديوهات والمحاضرات على اليوتيوب، الطلبه دخلوا كتبوا تعليقات مثلا ان ده حاجات غير لائقه على المحاضرات فقفلوا القناه، فتلاقي الدنيا وقفت مره واحده، لكن على المايكروسوفت تيم احنا عاملين تعاقد، وزاره التعليم عامله تعاقد مع مايكروسوفت فالحاجات دي مش هتتقفل.
بردك وانت بترفع محاضرات هتعمل كرييت، وتعمل كرييت للشانل. التشانل دي ممكن تبقى مواد، يعني تشانل مادة الرسم بالحاسب، تشانل مادة مثلا الحركة بالحاسب وهكذا، فدي تبقى مواد، وداخل كل تشانل تحمل الفيديوهات الخاصة بالمادة. فنعمل كرييت تشانل، بكتب اسم التشانل مثلا اسم المادة ولكن الحركة بالحاسب، بس ممكن تحط ديسكريبشن والجروب اللي هتشوف التشانل دي هي جروب بتاعت الحركة بالحاسب، فأضيفها وأعمل كرييت. بس عملت هنا تشانل اسمها الحركة بالحاسب مادة، وبعدين تعمل تشانل تاني لمادة تانية وهكذا لكل المواد. بعد ما تعمل لكل المواد هتروح هنا وتعمل كرييت وتعمل أبلود فيديو بس. والفيديو اللي إما بتعمله دراج أند دروب أو براوز، فهروح اجيب مثلا اي فيديو، مثلا ده فيديو اهو، هروح اعمله دراج اند دروب. هو بيقول لك سيلكت اللانجوج لان هو اوتوماتيك ممكن بيعمل له سبيتش ريكوجنيشن ويحوله لك تكست، فالكلام اللي بيقوله الراجل ساعات بيعمل له سبيتش ريكوجنيشن يحول لتكست. فعشان يعمل سبيتش ريكوجنيشن صح بيحتاج يعني باكيروسي اعلى بيحتاج اللغه، فانا مثلا احط له اللغه مثلا بالعربي. هتحط له الملف، لو عاوز تديله اسم تاني هتحط له اسم، هو اوتوماتيك بياخد اسم الملف. عاوز تغير الاسم تغيره، وادي اللانجوج، وبعدين بيعمل ابلود للملف زي اليوتيوب. الصوت بيتحول لسكريبت؟ اه. لا بيبقى من تحت الفيديو، ممكن تعملها اسمها كابشر. لا على الفيديو نفسه اثناء الفيديو هو شغال. لا بص يا حضرتك، ايه دلوقتي ايه يعني المقرر بتاع الماده اللي هيدرسها الدكتور ده دكتور من خارج الكليه بس هيدرسها عندكم، فانتوا الاي تي هتنشئوا المقرر بتاع مادتكم، انتوا تبعكم هتنشئوا المقرر اللي احنا هنا سميناه تيم، هتنشئوا المقرر وهتضيفوا اسامي الطلبه، ان الطلبه دول بتاعكم انتوا مش كده؟ حد هو بقى هتعرفوا الايميل بتاعه وهتضيفوه كانه ايه هو قائم بالتدريس المقرر دي، وهتبقى خلاص هو هيدخل يلاقي الماده دي، هو بقى يدخل يرفع الماتيريال بتاعتها. يبقى هو ايه دوره؟ ايه رفع الماتيريال ومتابعه الطلاب. لكن مين ينشئ المقرر ويدخل اسامي الطلبه بتوعه؟ الكليه. مش كده احنا هدفنا النهارده توضيح الدور الكليه، وحده الاي تي ايه بالظبط، بتجهز حاجات معينه بعد كده تسلمها للدكتور القائم بالتدريس او الفريق القائم بالتدريس. مالها ماده من بره؟ مش معه 92 مادة. ما انت عشان تشغل بقى من النهارده تبتدوا 492 مادة. طب
تعرف مين الطلبه اللي دخل مين ما دخلش ايه، يبقى الكليه عندها علم ايه اللي بيحصل في الماده. لكن لو خليت كليه العلوم لا ما كده حاضر. كل كليه تنشئ المواد بتاعتها اللي عندها دي طلب بتوعها مش كده، بس مين القائم بالتدريس؟ دكتور فلان الفلاني في جامعه كليه تانية، خلاص يبقى هو حديله. ما دام ميزه كلنا موحدين المنصه بصراحه برضو، يعني ده السبب احنا ايه ليه وحدنا المنصه على كل الكليات، يبقى الدكتور متعود على نفس المنصه، بس انا الماده بتاعتي دي هدرسها في كليه تانية، لكن هدخل بنفس الطريقه اللي بدخل بيها على المواد بتاعتي في الكليه بتاعتي، فده ميزه التوحيد بصراحه. فيبقى كده الكلية منوط بها بإنشاء المادة وإضافة الطلبة، وهضيف اسم الدكتور والإيميل بتاعه، هو هيدخل يلاقي المادة بتاعته موجودة، يبتدي بقى يتولى وضع الماتيريال ومتابعة الطلبة والكلام ده. وبما إن الكلية اللي دكتور بيشير إليها الدكتور خالد نقطة مهمة اللي هو إيه، بما إن الكلية اللي أنشأت المادة دي هي هتقدر كمان تدخل تبقى عارفة الدكتور ده بيرفع المواد ولا لأ، أنت برضه الكلية ليها حق إن هي تتابع الأمور ماشية إزاي، إن هو إيه بيحط ماتيريال الطلبة متفاعلة معاه، إن هي اللي أنشأت هي الأونر. تمام، في برضو نقطه مهمه يعني، فدي نقطه مهمه من النهارده، الصلاحيات او دور مهام كل واحد وصلاحياته ايه بالظبط. اتفضل. هل في امكانيه اضيف اكثر النهارده تدريس؟ طبعا ممكن فريق، عشان كده مايكروسوفت سميته تيم، احنا التيم هنا اللي هو متبنى الماده وال فممكن من التيم جزء منه قام اونر وقام بالتدريس، والجزء الثاني طلبه يتفرجوا بس على الموجود ويعملوا تشات ويعلقوا وكلام. اتفضل حضرتك، عايز سؤال من زمان. مين ادمن الاتفاق بين الشيخين المنصه؟ مين الكليه نفسه ولا وكيل الكليه ولا مين الاكاديمي الفرنسي؟ هو طبعا مهم ايه، هو طبعا دي برده نقطه هامه جدا دكتور خالد يعني اكد عليها في الاول، بس الثاني اكد عليها ثاني، ممكن الدكتور هو عند البريد اكاديمي ليه اكونت على تيم ادخل انشئ انا المقرر من عندي انا، بس ده مش مفضل على الاطلاق، ان كده ده انا الدكتور انشاته. طيب لا، المفروض المقرر ملك للكليه مش الدكتور، افرض السنه اللي بعدها الدكتور ده اتغير مشي، تمام، فهو ده بتبقى بروبرتي اوف ملكيه الكليه، عشان كده ايه هينشا لكل كليه هي عندها بالفعل ايميل رسمي بتاعها، ايميل الكليه. تمام، طبعا زي ما الدكتور خالد اكد برضو مش ايميل واحد غطي كل الكليه، يعني احسمه نقسمه الى زي وحدات كده، ممكن حاجه تبقى وحدات افقيه كل فرقه دراسيه لها ايميل تنشئ من خلاله كل مقررات الفرقه دي، او بالاقسام، او يعني زي ما دي رؤيه خاصه بايه ازاي نقسم مقررات الكليه عشان ما يبقاش كلهم على اكونت واحد، لا انا بعترض على اكتر من اكونت، بس كلهم خاصين رسميين للكليه مش بتاع الدكتور، باسم الكليه. تمام كده، ودي سهله يعني اوريدي كل كليه عندها كذا ايميل رسمي خاص بيها، واذا كانش هم مش عاوزين يستعملوه ممكن ننشئ مجموعه ثانيه خاصه بيها برضو سهله جدا نعملها من مركز شكوى المعلومات. اتفضل. برضه كان في مثلا عندنا كليه في الصيفي في دكتور بيجي من اسوان، اهو ده من حاله كمان أن اصعب من حاله حضرتك يا دكتور. لو ضفت الايميل الاكاديمي بتاع اسوان بيعمل اذى جسم، اذى جسم ده ما يقدرش يعمل حاجات كتير، فاضطريت انشئ الايميل الاكاديمي جامعه اسيوط بس كاتب في الايميل الاكاديمي دوت فيزيتور، عشان لو هو حاب يستخدم الايميل في اي حته يبقى موجوده دوت فيزيتور. فعندي في الاي تي يونت فلازم يعمل ايميل اكاديمي للدكتور بس في كلمه الايميل دوت فيزيتور. يعني دي امتداد لنقطة حضراتكم انتوا اثرتيها من شوية، لو الدكتور من خارج الكلية، لا دي حالة كمان أصعب، دكتور من خارج الجامعة بيدرس عندهم، فطبعا عنده إيميل أكاديمي بس على إيه؟ على دومين تاني خالص متابع جامعة أسيوط، فده لو ضفناه عندنا مش هينفع، ده دومين تاني خالص، مش كده؟ فالحل إيه؟ كان عملوا له إيميل خاص بيه جوه جامعة أسيوط بس مميز إن ده فيزيتور، إن هو إيه؟ صلاحياته الفترة مش هيفضل دايم عندنا على الإيميل بتاعنا، فترة لو مرتبط يدرس المادة دي، بعد ما يخلص المادة دي الايميل بتاعه ده بيتقفل ويبقى خلاص كده ايه؟ بعد ما حملته بتحط فيه حاجة بيرميشنز، مين المسموح يشوف الفيديو؟ فأنت هتحط طبعا الشانل اللي هي الشانل بتاعة مادة الحركة بالحاسب، هم اللي مسموح لهم يشوفوا الفيديو. بس بعد ما تخلص بتعمل بابلش للفيديو، وممكن ادي بابلش الفيديو بس، وبتعمل بقى شير، ادي اللينك ده. بس اللينك ده اعمل له كوبي واروح في المحاضره الاولى مثلا، هنا اهو ادي المحاضره الاولى، انا اوريدي رفعت الفيديو على الاستريم، فبتلاحظ هنا في العلامه دي، العلامه دي معناها ان انت هتحط اللينك بتاع فيديو من الاستريم، فاضيف ادي الاستريم واجي اروح حاطط اللينك، بس
واعمل سند. فميزه كده ان انت زي اليوتيوب هترفع كل المحاضرات بتاعتك على الاستريم، ويا دوبك هتحط لينكات على كل محاضره تحط اللينك بتاعها ويظل كل المحاضرات مرفوعه. طيب بالنسبه للامتحانات الالكترونيه برضك مايكروسوفت عامله حاجه اسمها مايكروسوفت فورمز. فمايكروسوفت فورمز دي بتقدر تشغلها من التيم. فنفس الحكايه هنا هروح واختار اللي هو تطبيق فورمز. لو مش موجود هنا اروح هنا واجيبه من هنا. ادي مايكروسوفت فورم، ادي العلامه بتاعتها مايكروسوفت فورمز. طيب مايكروسوفت فورم لما ممكن اعمل استبيان او تعمل امتحان. فلو اخترت نيو فورم ده عباره عن استبيان، لو اخترت نيو كويز ده عباره عن امتحان. فممكن اعمل استبيان او امتحان. فانا مثلا اختار امتحان، اقول نيو كويز، بكتب هنا عنوان الامتحان مثلا باسم، مثلا ممكن اسم الماده امتحان الحركه بالحاسب. برضك احنا المايكروسوفت فورم برضك استخدمها في امتحانات اخر السنه بتاعت الصيفي، بتاعت الترم اللي فات وبتاعت الصيفي. فالماده اتحركه بالحاسب اصبحت في ماده في الترم اللي فات وماده في الصيفي. فعشان كده يفضل تحط التاريخ، يعني ماده الحركه بالحاسب بتاريخ كذا. بحط مثلا اي تاريخ، مثلا يوم 16/9. بس ولو في ديسكريبشن بتحط. بعد كده اد نيو. ممكن بقى الاسئله ممكن تبقى مختلفه، ممكن تبقى مالتيبل تشويسز، ممكن يبقى الطالب هيدخل تكست كلام هيكتبه، ممكن هيختار لو كان يختار ريتنج يعني كذا، مثلا ريتنج مثلا من 1 لـ5 يختار 1، 2، ولا 3، ولا 5. ممكن هيكتب تاريخ لو انا بعمل عاوز طالب منه تاريخ، او افرض انا طالب منه يحمل فايل بي دي اف او صور او حاجات، فبختار فايل ابلود. بس برضك الفايل ابلود لازم يبقى من ايميل اكاديمي عشان يقدر يحمل. لا السيرفي دي ممكن اعملها بابليك او كويز بابليك، اي حد ممكن يخش، وممكن اعملها ليميتد لمجموعه معينه. بس فانا اختار مثلا مالتيبل تشويسز، بتكتب السؤال الاول كويشن واحد وبتحط اوبشن واحد اوبشن اثنين بتكتبهم، اوبشن 3 اوبشن 4. تاني حاجه عشان ده هيتصحح اوتوماتيك، فالاختيار اللي انا هعمله هاجي اروح عامل مثلا ان ده الصح، هو ده الاجابه الصحيحه، فبعلم ان دي هي الاجابه الصحيحه. تاني حاجه السؤال ده عليه كام درجه، فبحط مثلا السؤال ده عليه درجتين. برضك هل السؤال ده اجباري لازم الطالب يجاوب عليه ولا ده اوبشنال؟ فالعلامه دي معناها كده اجباري او كده اوبشنال، عاوز يجاوب عليه ما يجاوبش. فاحنا بنحط كل مثلا امتحانات عندنا بنحطها اجباري. طيب احنا عملنا في كليه حاسبات الامتحان اخر السنه عملناه الكتروني عن طريق مايكروسوفت فورم. فالامتحان نفسه احنا ما رضيناش نحط الاسئله بتاعت الامتحان على الفورم، يعني احتياطي عشان السكيورتي، وعشان كده عملنا طباعه الامتحان بيطبع ورقي عادي وتوزع على ورقه عادي عشان السريه بس بتاعت الامتحان يعني. بس هنا مجرد بس حطينا السؤال الاول واربع اختيارات A B C D وهكذا، السؤال الثاني واربع اختيارات، لكن ما حطناش الاسئله على الفورم. بس دي حسب ما انت، لو كان مثلا امتحان عمل سنه او كده ممكن يعني بتبقى السكيورتي اعلى شويه فممكن تمشي يعني، لكن اخر السنه اخطر شويه. دي حسب انت، لو كان مثلا امتحان عمل سنه او كده ممكن يعني بتبقى السكيورتي اعلى شويه نعم. ده مش دور الاي تي. مش دور الاي تي، ما احنا اللي بنعرضه النهارده في جزء خاص بالاي تي وجزء خاص بالدكاتره اعضاء التدريس.
معلش كده الدور مين مين ده دور مين بالظبط يعني المفروض يبقى واضح لحضراتكم. لا مين هيرفع الماتيريال مش حضراتكم للدكاتره بس، في ممكن محتاجين معاونه منكم ازاي ارفع الدكتور مش عارف، ممكن اجرو اي تي اعملها ازاي على الاقل اول كم مره تمام. لكن هو دوره ده دور الدكتور والطقم اللي معاه، وزي ما قلنا مهم جدا ان الكليه تستعين يعني ايه لو الدكتور ما عندوش خبرات قوي في الاي تي يستعين بالمعيدين اللي معاه او دكاتره الزملاء اللي معاه مع اللجوء الى الاي تي اللي هو الامر اقتضى. الامتحان طبعا بالتاكيد ده دور الدكتور مش دور الاي تي. الاي تي بصراحه تركيزها كبير على تجهيز المنصه، تخليق المقررات، اضافه الطلاب، وبعد كده المساعده بقى الدعم الفني طول الفتره. اللي هي اللي هي التيمز المقررات واضافه الطلاب والمنتيف الطلاب عليها واضافه طبعا الدكاتره اللي هو على القائم التدريس على كل ماده. أيوة بس وتسلموا الدكتور خلاص كده استلم الامور منكم بقى، وانتوا دوركم الدعم الفني والتدريب اذا محتاج حد محتاج سواء الدكتور او طلبه بعد كده يعني. بالنسبه للقنوات مش عليكم مرتبك في دفوق قنوات هو على التدريس قناه برضو لا لو بالظبط ما انتوا دوكم بقى الدعم الفني فبرضه يكون ملم شويه عشان الدكتور جالي بسؤال اقدر اساعد. وبعدين مثلا عاوز اضيف سؤال تاني بختار مثلا السؤال التاني برضك نوع مالتيبل تشويسز وهكذا، يعني بتضيف عدد الاسئله اللي عاوزها. طيب بعد ما ضفت الاسئله عاوز اروح في حاجه السيتنج هنا. السيتنج هتقول الطالب يشوف النتيجه بتاعته بعد الامتحان اللي ده بيتصحح اوتوماتيك، فممكن انا الطالب بعد ما يخلص الامتحان النتيجه على طول تظهر، وممكن لا انا عاوز النتيجه ما تظهرش للطالب هي تجي لي عندي ومش هظهرها للطالب. فانت حسب ما انت عاوز بتختار الاوبشن اللي هو ده. فالاوبشن ده حاليا هو موجود ان الطالب اوتوماتيك بيشوف النتيجه بتاعته بعد ما يمتحن كده. لا كده الطالب ما بيشوفش النتيجه بتاعته بعد ما يمتحن. طيب هنا anyone وذ ذا لينك كان ريسبونس لو علمت عليه يبقى اي حد من بره الجامعه ممكن اي حد يخش يمتحن. لكن لو قلت له اونلي بيبل ان ماي اورجانيزيشن لا يبقى لازم حد معاه الايميل الاكاديمي جوه الجامعه عشان يقدر يمتحن. بردك هل عاوز تسجل اسم اللي دخل وامتحن والايميل الاكاديمي ومعلوماته؟ فلو علمت على هنا بيسجل لك معلومات اللي دخل ده. طيب هل الطالب ممكن يسمح له يعمل كذا تجربه في الامتحان يعني يمتحن مره وثانيه او ثالثه ولا هي مره واحده؟ فلو علمت على ده بيقول لك وان مره واحده بس اللي يمتحن. طيب هل دلوقتي الطالب يخش يمتحن ولا ممنوع حد يمتحن؟ فلو علمت على العلامه دي خلاص النموذج اتقفل ممنوع اي حد يخش دلوقتي. علمت عليها ثاني النموذج اتفتح اي حد عاوز يخش يخش. بردك ميعاد الامتحان امتى هيبتدي؟ فبتحط ميعاد بداية الامتحان وميعاد نهاية الامتحان. طيب عاوز تعمل شافل للكويشنز يعني كويشنز تبقى عشوائية، ممكن السؤال رقم واحد هيبقى رقم ثلاثة وثلاثة هيبقى رقم خمسة، ويعمل لك كل طالب هيشوف امتحان مختلف، فده بيعمل شافل للكويشنز. هنا بعد في نهاية الامتحان بيدي له هو اوتوماتيك كلمة ثانكيو، لو انت عاوز تغير تدي له اي حاجة تانية بيحطها له. طيب هل يتبعت ايميل للطالب بالامتحان مثلا هو جاوب ايه ولا ما يتبعتش حاجه للطالب؟ يعني بيتبعت له ادي انت جاوبت واخترت مثلا سؤال رقم واحد اخترت بيه، او لو كان تكست جاوبت الاجابه الفلانيه فبعته الامتحان بالاجابات بتاعته على الايميل، او ان هو ما يبعتش. بردك ليه الاونر بتاع الامتحان ده اللي هو العامل منه هل كل ما طالب يمتحن يبعت لك ايميل يقول لك ان في طالب عمل سميشن وامتحن ولا ما يجيلكش ايميلات؟ فكل ده انت بتعمل له تختار. بعدين في الاخر بتروح للشير وتعمل كوبي لللينك ده، يعني اللينك ده بتعمل كوبي وتوزعه بقى للي هيمتحن، او لو من جوه التيم هندخله من جوه مين التيم وهنشوف ازاي ندخله من جوه التيم. ما هي كل فيها اللينك دوا ممكن لو دخلته من جوه التيم محدش هيشوفه الا اللي جوه التيم، يعني محدش هيقدر يمتحن مش احنا التيم دي ماده وفيها الطلاب. فانا كل اللي فيها ان انا هدخل الامتحان ده من التيم، فلو دخلته من التيم محدش اصلا داخل في التيم الا الطلاب دول بس، فمفيش اي حد تاني هيخش يمتحن، فاحنا هنروح ندخله من التيم. عشان ندخله من التيم هو المنصة
كل عناصرها هم بس اللي استعملوها. مشكلة دكتور عزتك، لو طالب دخل كاريير في جيل على مايكروسوفت طبيعي بعيد عن البريد الاكاديمي، لا 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 ما مش هيقدر يخش، ان هو مش جوه التيم. هي ازاي هيخش جوه التيم؟ انا جوه التيم بس انا معلش، انا افترض ان انا عايز اعيش الاختبار ده، ادخل اكاري في اختبار، ادخل على لينك افتح ما عايز اعمل طلب الضغط الاول في المكان الطلبه الناس الرسميه الضغط مين؟ ما انا عامل وحده افترض انا عملت ايميل وحده عملتوش وانا انا طالب معاهم فداخل التيم. مين هيرد الايميل؟ مش هو طالب مش كده؟ الاوبن بتاع الكود انا طالب نفسه للماده دي طيب بعدين عشان في عندي في حاجه اسمها الواجبات. طيب عشان اعمل اختبارات هروح هنا عام وبختار سواء واجب او اختبار، يعني ده ممكن واجب او اختبار، فبروح الواجبات وبروح لانشاء عاوز اختار لاما واجب او اختبار. لو هعمل اختبار هيقول لي من نماذج مايكروسوفت فورم، هيقول لي ده النموذج، طبعا عامل نموذج واحد فيقول لي هو ده وده التالي. هتحط بقى اللي عاوز تضيف اي ارشادات تانية، ده تبع القناة اللي هي تيست واحد دي، انا مسمي هنا المادة اللي انشأتها سميتها تيست واحد لكل الطلبة، تاريخ الاستحقاق يعني امتى الامتحان هيشتغل بتحطه، الميعاد بتاعه، وفي الاخر هعمل تعيين بس الامتحان كده خلاص اتبعت للطلب. ويف بس هيلاقي الامتحان موجود. شوف هنا قالهم بعت للطلبه كلهم، وبتجي لهم نوتيفيكيشن سواء على الموبايل او على الديسكتوب ان في امتحان جالك، هيخش بقى يمتحن الطالب، وبعد كده في الدرجات هنا تظهر. بس طبعا هنا ما فيش غير طالب واحد في المادة. في برضك انشاء اللي هي الواجبات، اللي هي انشاء واختار الواجبات، الواجب نفس الحكاية. الواجب ده هنا هو ممكن يتعمل مايكروسوفت فورم، وبرضك ممكن هنا تعمل واجب برضك بجوه مايكروسوفت تيم، فالاثنين موجودين. طيب في حاجة اسمها دفتر ملاحظات الصفوف. اللي لازم أول حاجة الدكتور أو الأونر يخش يعمل إعداد لدفتر ملاحظات الصفوف. ده الدفتر فارغ في البداية. دفتر ملاحظات الصفوف ده في مساحة، حاجة اسمها مساحة التعاون، وفي حاجة اسمها مكتبة المحتوى، وفي مقطع للمعلم فقط، وفي دفتر ملاحظات الطلاب. مساحة التعاون دي منطقة كل اللي في التيم شايفينها،
وكل اللي في التيم ممكن يعدل فيها، يعني ممكن تكتب فيها تحط جداول رسومات يعني زي وورد فايل كده، وكل اللي في التيم شايفينه. دي اسمها مساحة التعاون. في مكتبة المحتوى دي بس مسموح للأونر ان هو يعدل فيها، باقي الموجودين في التيم يشوفها فقط. في مقطع المعلم فقط، دي منطقة المعلم فقط بس اللي مسموح يشوفها بس، مفيش حد تاني غير الأونرز هم المسموح. دفتر ملاحظات الطالب دي بيشوفها الطالب مع المعلم بس، الطلبة التانيين ما يشوفهاش. يعني كل طالب بيبقى ليه دفتر ملاحظات مسموح للمعلم ان يطلع عليه، لكن غير مسموح لباقي الفريق ان اي حد يبص فيه تاني. فبقول له التالي وبقول له انشاء. طبعا لو عاوز تعمل دفاتر تانية او مقاطع تانية بتروح اضافة مقطع وتضيف زي ما انت عاوز، بس هما دول الاساسيين اللي معظم الناس بيستخدموا. بعمل انشاء، هو بيقول لك يتم الان اعداد دفتر للصفوف. طيب بروح لعلامة السهم دي بيظهر لي بقى الأماكن كلها. بروح لعلامة السهم دي، لا الامتحانات لا ما اتكلمناش عنها، ما جاتش سيرتها الامتحانات. طب نخلص دكتور خالد. انا باين لك دكتور خالد هو سؤال بيتكلم عن الترم الاولاني ان شاء الله الامتحانات نظامها ايه؟ احنا كل كام نتكلم عن اللي هو المحاضرات والسكاشن وكلام ده، الامتحانات ان شاء الله الامور تبقى كويسه، الامتحانات تقليديه ان شاء الله. بس لا قدر الله ما اتمناش يحصل كده. لو الامور يعني لا قدر الله حصل بقى تفاقم تاني هيبقى ليها قرار بقى زي نعمل زي الترم اللي فات ده ولا لا. بس المنصه استعمالها مهم ان هي ايه، لو اللي حطينا في الحسبان لا قدر الله الأسوأ، فبالتالي المنصه دي هتبقى فرصه كويسه نعمل اختبارات اونلاين الكترونيه لو الامر اقتضى. احنا نتمناش ده يحصل، نعمل امتحانات تقليديه. فبس المنصه عندها امكانيه تساعد في هذا الشان برضه، تمام. وده سبب اخر انك انت ايه زي ما قلنا من شويه يا ريت كانت تعمل امتحانات بدري كتيره، انك انت ايه على الاقل عندك فرصه ايه ما تاخرش لغايه الترم لما يخلص او قرب يخلص عشان تعمل امتحانات اعمال سنه للطلبه. لو عملت كذا امتحان لا قدر الله والامور سائت، ما انت امتحنت الطلبه كذا مره خلاص اعمال السنه اوريدي عندك درجات ليها، تمام. لكن مش تعمل زي الترم اللي فات بقى انطر نلغي امتحانات اعمال السنه ويبقى الامتحان كل الدرجه كلها قائمه على اخر السنه. ما دي ميزه احنا الترم ده ان شاء الله بنستعد له من الاول. هو احنا مايكروسوفت فورم احنا وقفنا عند اللينك نسينا نشوف النتيجه هنجيبها ازاي. فاحنا قلنا ادي اللينك هتعمله كوبي، انا بس هعمل هنا اني وان كان ممكن يمتحن عشان اقدر اخش من يعني اني وان كان هاف ذا لينك ممكن يمتحن، وبروح شير وبعدين بعمل كوبي لللينك بروح احط اللينك هنا. بيخش الطالب على الامتحان هيجاوب مثلا ده اوبشن 2 مثلا ده اوبشن 1 وبعدين بيعمل سبميت للامتحان، بس بيديله له الرساله اللي هو ثانك يو. بعدين لو رحت هنا بروح انا مثلا الاوتلوك او بروح لحته وارجع تاني عشان يديني ان في حد عمل ريسبونس. اداني هنا ان في واحد امتحن، بس هخش هنا على الفورمز بروح عشان اشوف اللي امتحنه بروح الريسبونسز. بس بيديني هنا طبعا احصائيه بالاجوبه وهم جاوبوا ايه وكم في الميه جاوب دوت، زائد اللي بيهمني الاكسل شيت ده. فالاكسل شيت ده هو اللي بتحمله في بقى الطالب وجاوب ايه والدرجه التوتال ايه وكل كل كل معلومات عن الامتحان. فهو الاكسل شيت ده هو اللي بيهمني، يعني بيطلع لك ادي اكسل شيت. جوجل فورم ولا جوجل كلاس روم شبيهه، فلو هتستعمل الكلام ده هلاقي موسى
سهل ان هو يعني يطوع نفسه على المايكروسوفت سوليوشن. بس طبعا عيب الجوجل ان الجوجل ممكن الطالب يخش يعمل ايميل في جوجل وايميل تاني وثالث ورابع فيخش يمتحن 4 مرات، لكن هنا الطالب مش هيقدر يمتحن غير مره واحده بس، فدي الميزه بتاعته. فهنا بيصل لك طبعا هو دخل امتى الطالب وكل حاجه والدرجه وكل. طيب نرجع تاني لدفتر الملاحظات. بس دفتر الملاحظات هنا دي الاريا اللي هي بتاعت التعاون، مساحة التعاون. فبروح لمساحة التعاون، بس كل اللي بكتبه هنا في مساحة التعاون استخدام مساحة التعاون دي مساحة كل اللي هتكتبه فيها، وهنا زي الوورد بالظبط. يعني هنا بيظهر لك زي الوورد، تحط فيه في ترسم تعمل اللي انت عاوزه هنا اهو، ودي كل الكلاس شايفها. بالنسبة للمدرس فقط قلنا دي مساحة بس خاصة للمدرس فقط يحط اللي هو عاوزه. وبرضك هي الميزة ان هو بيحط اللي هو عاوزه، ممكن يظبط مثلا امتحان يحطه هنا ومحدش شايفه وبعد كده بيعمل له ببلش. المكتبة دي اللي عضو هيئة التدريس هو اللي مسموح له يحط فيها والطلبة يشوفوها فقط، لكن ممنوع ان هم يعدلوا فيها. ده طالب واحد معايا، فالطالب الواحد اللي معايا ممكن اروح اشوفه هو عمل ايه وبس، وبرضك لو بيمتحن اشوف الامتحان بتاعه، ولو واجب برضك واجبات امتحانات بتخش عليه. بس ده طبعا مايكروسوفت فيه في حاجات كتيره، وعشان كده عاملين دوره عندنا في حاسبات 3 ايام للي عاوز يجي فيه. هو النقطه ايه ان احنا كلنا معاكم في اي مساعده، يعني كليه حاسبات عامله دورات متخصصه، احنا كنا عممنا حتى على جميع الكليات، ارجو يكون وصلتكم ان احنا عندنا استعداد نعمل دورات ومجانيه للموجهه للكليات سواء اونلاين او فيس تو فيس حسب رغبه الكليه. عملنا بالفعل دورات اونلاين مثلا مع كليه هندسه الاسبوع ده، وعندنا استعداد بس عمليه تنسيقيه، تقول لنا عاوزين ناخد دوره في المكان في الوقت تقريبا اليوم الفلاني وعاوزينها عندكم، يبقى جهزوا المكان واحنا الناس من عندنا هيجي يديكم الدوره. هي هو بيسجل في مركز استشاري عندنا، او مكمل 15 واحد بيبدا الدوره. ومهندس احمد هو اللي بيدي الدورات على فكره، هو يعني الخبير بتاعنا حاجات مايكروسوفت للعلم. خلينا نقول بس على حاجه. طيب اتفضل. السلام عليكم. معلش انا احنا مكتب مدير تنفيذي يمكن وصلنا الفاكس لحضراتكم جميعا فيما يخص المايكروسوفت تيمز والبريد الالكتروني الاكاديمي واي اكتيفيشنز خاصه بيها، احنا تحت امر حضراتكم. سياده عميد لما بيتكلم في تحديد الزمان والمكان احنا بنحاول ننسق مع الكليات بما يتناسب مع حضور الساده اعضاء التدريس عند حضراتكم. فنتمنى الساده في كليه التجاره بعتوا لنا تنسيق للمعاد، فانا تحت امر حضراتكم في هذا الصدد يعني فيما يخص مايكروسوفت تيمز او اي الابلكيشنز الخاصه ب اوفيس 365.